الانابه او التوكيل في الحج، هل ينفع واحد يحج الواحد؟ احنا بنسمع واحد يحج الواحد مش كده؟ ينفع واحد يحج الواحد. طيب بس له شروط بقى معينه. بصي بقى، يجوز ان يحج شخص عن غيره، ولكن يشترط ان يكون قد حج عن نفسه، صح؟ لازم ايه؟ اكون انا حجيت. ونفس الحكايه في العمره، اللي يمشي على الحج يمشي على العمره، ما ينفعش اعمل عمره لحد وما اعملش عمره لروحي. تكون النية عند الإحرام نوية الإحرام بعمرة عن فلان متمتعا بها إلى الحج، وعند الحج نوية الإحرام بحج عن فلان. خلاص؟ تلاقي بعض المفتيين بقى يقول لك إيه، أبو لهب يعني وأبو جهل وكده، يقول لك إيه لازم تحرمي من مسقط، من المكان اللي اتولد فيه اللي هتحجين. طب أنا أخويا اتولد في فرنسا وعاوز أحجينه، اروح فرنسا عشان احجله؟ لا مش شرط. يمكن انا، بصوا اي كلام بتسمعوه مكتوب هنا معناه ان في حد سال فيه، حد سال فيه. اما بقول لك يجوز، انا بقول لك باخد الراي الاسهل، يبقى معناه لو سمعت حد بيقول العكس ده احتمال، او ما غلطوش، اقول احتمال في ايه؟ يبقى في راي بيقول ايه؟ يجوز، لا لازم اللي عاوز يحج يحج من مسقط راس، يحرم من مسقط راس. يبقى لا يشترط الإحرام من مسقط رأس من ينوب عنه. يجوز إنابة أو توكيل شخص من أهل المدينة أو مكة، وده بيحصل دلوقتي. يجوز إنابة أو توكيل شخص من أهل المدينة أو مكة ليحج عن شخص لا يستطيع الحج لتقنية النفقات. ناس كتير قوي بتعمل كده، كتير قوي شركات السياحة لما بتروحي تدفعي معاها، أنا عاوزة أطلع حج أنا وعاوزة حد يحج البابايا، بتدفعي، بيختاروا ناس من هناك بيشتغلوا هناك، وطبعا النفقات بتبقى ايه؟ بتبقى اقل. عاوز حد يعمل عمره لمامتي، عاوز حد يعمل يحج لابويا، عاوز حد، فممكن تدفعي ناس هناك. في ناس بقى بتتغاظ تقول لك لا 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 ما ينفعش ما ينفعش، لازم تجيب من هنا من مصر، يطلع من مصر. ده غله بقى، غله. ها؟ لا يجوز اللي بيعملوه كده، يجوز. وطبعا انت لو لقيتي حد هناك ومثلا انا عاوز احج لبابايا، تقولي له شوف لي حد يحج هناك. لو مثلا واحد يطلع يتكلم عشان يطلع يحج من هنا، زي مثلا اقل حاجه يتكلف مثلا يقول 20,000 مثلا، ده 20,000 هناك عشان يحج من هناك، يتكلف مثلا بتاع 5,000 جنيه او 4,000 جنيه، فرق شتان. انت بتشيلي بقى الاقامه وبتشيلي الطياره، تذاكر، هي التذاكر هي اللي بتبقى طويله يعني، والفنادق وكلام كده، ان هو بيبقى قاعد، هناك قاعد في مكه يعني، هو بيته بتاعه وكلام. خلاص؟ قلنا ده يجوز، ودي بقى اسهل قوي يعني. يعني ليكي قريبك بيشتغل هناك، انت بتشوف لي حد، ولاد معروفين قوي يعني، شوف بس شوف لي حد ثقه يعني، يعمل لي عمره، او يعمل عمره لماما، او يعمل عمره لكذا، على الناس ماما توفت، بابا توفى، مش عارفه ايه، ممكن ممكن. مفهوم؟ لا يجوز تغيير نيه الاحرام بالحج عن نفسي الى شخص اخر. انا طالعه نويت احرمت ان انا احج عن نفسي، وانا في الطياره بعد ما احرمت قالوا لي، وانا في مكه قالوا لي مش عارفه مين مات ومش عارفه ايه، والنبي حجني، ودي انا طالعه حج سنه يعني مش فرض، مش الفرض، الحج الفريض. هل ممكن انوي الحجه دي تبقى له؟ لا، تنوي قبل الاحرام مش بعد، مش بعد الاحرام. فهمتوا ايه يعني ايه؟ لا يجوز تغيير نيه الاحرام بالحج عن نفسه الى شخص اخر، او من شخص الى شخص، طالما انه نوى. الوكيل في الحج له اجر الطواف والصلاه في المسجد الحرام وحضور حلقات العلم، ويرجى ان يكون له مثل اجر من يحج عنه. يعني بقول لك انا استفيد ايه وانا طالع حج لمامتي؟ انا مش هاخد حاجه خالص في الحجه دي. بتاخدي الثواب اللي بتاخديه ايه؟ انك انت هتصلي في المسجد الحرام، انك انت هتطوفي، انك انت هتدعي في المسجد الحرام، ان وربنا خزاين واسع قادر ايه يكتبها لك والايه؟ واللي انت طالعه تحجيه. خلاص؟ في ناس متغاظه، ناس متغاظه انها طالعه تحج الحج، تتبهدل بقى هناك. وطب انا ايه اللي ياخدني كده عشان مكمل ليه من اللي هيديهم لي دول؟ طب مش عارف ايه، فبيسالوا، فربنا خزائن واسع قادر طبعا يعني. طيب الوكيل في الحج اذا اتى محظورا من محظورات الاحرام، عمل حاجه غلط محظورات الاحرام، او اخطا في المناسك، ما رماش، ما عمل حاجه توجب اراقه الدم في المناسك، خطا يوجب اراقه الدم او فديه تحملها هو من ماله الخاص. اذا مات المسلم دون ان يؤدي فريضه في الحج وكان ينطبق عليه شروط وجوبها، وجب ان يحج عنه اما من ماله الذي خلفه سواء اوصى بذلك ام لم يوصي، او من مال غيره اذا تطوع بذلك. خلاص؟ في حد مش فاهم حاجه؟ طيب
الحج عن الوالدين، الحج عن الوالدين المتوفيين ليس واجبا. كتير قوي بقى، الاب مات والام ماتت وبعد كده سايبه فلوس او حاجه كده، فلوس تلاقي ايه والاخ بس الكبير هو اللي بيوزع ولا بيعمل التركه ومش عارفه ايه بتاع، فتبص تلاقي في دراسه سايبه التركه 10 قروش، الميراث 10 قروش يعني التركه، يقول لك ايه ثلاثه هناخدهم عشان نحج الماما. لا لا يجوز الا بموافقه مين؟ الورث. لكن تفرض عليه عليهم لا يجوز. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده، لا يجوز. حبيبي انت عاوز تحج لها، حج لها منين؟ من ميراثك، من نصيبك انت، لكن ما تكبرش. وبعد كده في كتير مثلا اخواتي يكسوا يرد، يعني تكسوا يقول لي انا انت مش هتعملي حاجه لماما، انت بتكرهي ماما، انت مش عارفه ايه، انت يا قلبك. ففي ناس بتبقى ايه ساكته ايه حياء، صح؟ وما اخذ بسيف الحياه فهو حرام. خلاص خلي بالكم، ما حدش عارف الظروف ايه، يمكن تقفي انت في مكان تبقى انت مسؤوله عن اخواتك ولا مسؤوله انت اللي بتوزعي، متاثره بقى ساعه الوفاه واحنا متاثرين ومش عارفه ايه ونوزع تركه وكده، فالعواطف بقى تشغلنا كده وهنشيل، احنا نشيل المبلغ ده عشان نحج الماما. لا لا تبص، ما لكيش حد انك تعملي كده، ولو حد راجعك يبقى له الحق انه يعمل كده. انت متحمسه عاوز تحج لها، حج لها من فلوسك انت، بتاخدي براسك انت تحج لها انت لوحدك، لكن ما تفرضيش على ايه؟ على الكل. طيب فقول الحج عن الوالدين ليس واجبا ولكنه نوع من البر والاحسان اليهما بعد وفاتهم. ليس واجبا يعني مش ايه يا اولاد؟ مش فرض، مش فرض ان انا اطلع حج عن ابويا، لا مش فرض. خلاص؟ طب انا ابويا دكتوره سوزان ابويا كان راجل غلبان او ما كانش يقدر ما كانش مش مستطيع انه يطلع يحج، او عيان ما قدرش يطلع يحج، يبقى هو او ما حد، يبقى فرض عليا ان انا اطلع حج عنه؟ ها؟ فرض عليا؟ لا، لانه اصلا ما كانش فرض ايه؟ عليه، بس انا هطلع حج، هطلع حج ليه؟ برا بيه، احسانا بيه، مش ايه؟ مش فرض عليا. طيب يجوز الحج من مال الغير كالاب والاخ والزوج والابن وجمعيه او كده. اللي هي الغل بقى، يا حاجه ما تنفعيش تطلعي تحجي، انا كسبت تذكره حج، كسبت الحاجات الفرع دي اللي يكسبوا فيها رحله حج وكسبها، ما ينفع غلوا بقى، غلوا ما ينفعش يا حاجه تحجي فلوسك انت، غلوا. لا ينفع يا حاجه. يجي الراجل بقى صدقني كده، انت مش هتحججني يا حاج مراتك، مش هتحججني، يلا شدي حيلك وحوشي. ليه انت مش هتحججني؟ لا بس لازم واحدة تطلع تحج من الفلوس. يقول لك تديك ذمة مالية بس تطلع تحج من الفلوس. ها؟ شوف اللي بيلعبوا بالدين بقى، وخلي بالك الزوج لا يجب عليه انه يحجج مراته. ده الحج لمن عليه ديون، دي برضو بتشوفها كتير قوي. ازاي تطلعي تحجي وانت عليكي جمعيه وانت عليكي ديون يا اختي، وانت سالفه من البنك، وانت مش عارفه ايه عليك قسط الشقه، وانت مش عارفه ايه، ما هو مفتيات بقى ام حنيفه وام كده. لا يجوز، يجوز اداء الحج من علي ديون بشرط ايه بقى؟ بشرط ان يكون قادرا على الالتزام بسداد الدين ولا يؤدي حجه الى تعطيل سداد ديون. ايوه انا معايا فلوس جالي بس جالي ميراث كده وبتاع وكلام كده، وفي ديون عندي، والديون دي انا بسجلها يعني بسددها على 10 سنين وماشيه بسددها ليه؟ ما هيتش ولا حاجه بسددها بيها. هل ينفع اطلع حج؟ طبعا ينفع تطلع حج طالما ان حجك مش هي ايه؟ مش هيأثر على سداد ديون. طيب تجوز الاستدانه لاداء فريضه الحج، روح الحج بالتقسيط ده يا اولاد. ممكن استدين؟ في بعض الناس بيقول لك يجوز انك تستدين. وفي ناس بيقول لك لا، يعني بيقول لك حتى اللي معهوش استطاعه الماديه انك انت تستلفي، تقدري تستلفي ده بس تسددي. ده بيقول لك ده يجب عليك، لو تقدري تستلفي وتحج وتسددي يبقى يجب عليك. وناس تانية قالت لك لا، طالما انك انت ما عندكيش، ما تقدريش تستلفي، ما عندكيش ملكه في ايديك يعني، يبقى ما تستلفيش ولا حاجه، يبقى سقط عنك الحج. طيب دكتور زين معايا فلوس اتجوز بيها ولا حج بيها؟ ولد هاتي اي ام شايله فلوس عشان حج بنت، عشان تجوز بنتها. وقولي لها تطلعي تحج بيهم ولا تسيبي له جهاز بنتك، هتقول لك ايه؟ هتقول لك استر بنتك. هو دلوقتي اللي فيه جواز والصحه في النازل، افهموا افهموا انت النهارده. وعشان كده دلوقتي انا يعني دلوقتي انا مشجع دلوقتي الجيل الصغير يطلع يحج، كله يطلع يحج،
الحج مش سهل ومشقة، وفي الحاجة اللي لا يمكن هتعمليها وانت كبيرة في السن، خدمة الحجيج دي متعة ما بعدها متعة، لا يمكن هتقدري تعمليها وانت كبيرة في السن وانت تعبانة، وكل يوم انت ضامن صحتك بكرة هيبقى شكلها ايه؟ ده احنا واحد لو بيصحى الصبح يلاقي نفسه طالع يقول الحمد لله وانه شايف وانه ماشي على رجليه من البلاوي اللي بنشوفها، صح؟ انت النهارده صحتك كويسة ومعاكي فلوس، اطلعي اجي انفدي يعلم بكرة، ولادك دول لهم رزقهم، صح ولا مش صح؟ ولادك دول انت سايباهم اللي ارحم بيهم منك. انا معايا فلوس راجل، معايا فلوس ولسه ما اتجوزتش وفلوس شايله الجواز، اطلع حج بيها ولا اتجوز بيها؟ بصي اللي فيها اختلاف، ناس قالت لك اطلعي تحجي الا اذا كنت خايفه على نفسك الفتنه، خايفه على نفسي ايه؟ انا عاوز اتجوز عشان مش عاوز انحرف، وفي الحاله دي ايه؟ الجواز ايه؟ الجواز اولى. قلنا تقديم الزواج على الحج اولى ان خيف الوقوع في الفحشه، والا فالحج اولى. مفهوم يا اولاد؟